محاضرة النهاردة عن التنشن ممبر. بسرعة كده، احنا في الكورس ده زي ما قلنا احنا هنصمم هنتعامل مع ديزاين اوف ممبرز. الممبرز عندنا في الاستراكشر زي ما اتعلمنا يا اما اكسلي لودد ممبرز، يا ممبرز عليها بيندنج مومنت وشير. فالاكسلي لودد ممبر هو التنشن ممبر او كومبريشن ممبر، يبقى دول حاجتين هنتعلمهم. بعد كده عندنا الممبر اللي عليه بيندنج زي بيمز، وده بيكون عليه دايما بيندنج مومنت مصاحبه شير. وفي الاخر هنتعامل مع البيم كولوم، هو العمود اللي عليه بيندنج مومنت وشير فورس لانهم بيجوا مع بعض، وكمان هيبقى عليهم اكسيال فورس اللي هي تنشن او كومبريشن. النهارده هنتعامل مع اسهل حاجه في التصميم اللي هي التنشن ممبر. في المحاضره دي هنغطي مجموعه من التوبكس. الاول هنتكلم كانترودكشن، وبعدين هنتكلم عن الاستراكشر بيهيفير بتاع التنشن ممبر، انواع القطاعات اللي بنستعملها في التنشن ممبرز، الستيفنس ليميتس للتنشن ممبر، يعني هل في حدود لابعاد السكشن ده وقوته للانحناء. وبعدين نبتدي بقى في جزء الديزاين، الالاوبل ستريسز اللي المفروض ما نعديهاش عشان الممبر يبقى سيف، وكمان الموضوع اللي بعده الاكتوال ستريسز الواقع على الممبر، وبعدين الديزاين ان احنا نتاكد ان الاكتوال اقل من الالاوبل، وبعدين هندي اكزامبل، وفي الاخر هنتكلم عن موضوع اللي هو حساب اللود كومباينيشنز. النقطة الأولانية اللي هنتكلم عنها هي الانترودكشن. فبنقول إن التنشن ممبر ده الممبرز اللي عليها بيور تنشن، ما عليهاش إلا تنشن بس، وهو أبسط نوع من الممبرز بنتعامل معاه. الممبر ده ملهوش باكلينج. إيه الباكلينج؟ إن الممبر تحت تأثير الأكسيال لود يحصل له أوت أوف بلين ديفورميشن. فلو الممبر عندي عليه تنشن في الحقيقة ما بيتحركش خالص من مكانه، بيفضل ستريت. لكن لو كان عليه كومبريشن زي ما احنا اتعلمنا قبل كده ان في فينومينا اسمها الباكلينج، ان الممبر ممكن يتحرك اوت اوف بلين. احنا النهارده هنتكلم عن التنشن ممبر بس. عشان نديزاين التنشن ممبر كل المطلوب مننا ان احنا نحسب الاف اكتوال ونقارنها بالالاوبل ستريس، يعني بنشوف الممبر تحت تأثير الاكسيوال فورس عليه ستريسز كام ونسميها اكتوال ستريس، ونشوف الحديد ده في المكان ده بالفاكتور اوف سيفتي يقدر يشير كام كستريس ونسميها الاف الاول. دورنا ايه؟ ان الاف اكتوال تبقى اقل من ايه؟ من الاف الاول، يبقى النظام بتاعنا مظبوط. ونختار طبعا الكروس سيكشن اللي يخلي لنا الاستريسز بتحقق الشرط اللي احنا قلناه. في حاجه كمان اسمها الستيفنس ليميت. ايه الستيفنس ليميت؟ ان الممبر لازم يبقى ليه قوه كحد ادنى حتى لو كانت الفرصه صغيره قوي عشان اقدر اتعامل معاه اثناء ان انا بشيله وبحطه. يعني انا مثلا لو عندي ممبر رفيع قوي ممكن وانا مركبه في مكانه يحصل له ساجنج، ممكن لو انا بنقله من مكان لمكان يتني يبقى ضعيف قوي. عشان كده الكود بيطلب مننا ان احنا يكون عندنا حد ادنى من الستيفنس. كمان لو الممبر رفيع قوي تحت تاثير الهواء، لو في مكنه يبتدي يتهز ويعمل فايبريشن ويعمل اهتزازات في المبنى. طبعا الكلام ده بيقابلنا فين؟ واحنا بنصمم تراس ممبرز او هانجرز. طبعا كلنا عارفين ان التراس بيتكون من ممبرز، والممبرز دي كلها اكسيلي لودد، ويبقى تنشن وكمبريشن. فاحنا نقدر نتعامل هنا مع التنشن ممبرز. ولو كان في عندي هانجر، يعني انا عندي سقف كده في كاميرا واضطريت اعلق حمل هنا، فده بنسميه ايه؟ هانجر. يبقى دول هنتكلم بقى دلوقتي عن البيهيفير اوف تنشن ممبر. بنقول ان التنشن ممبر هو ممبر عليه كونسنتريك تنشن فورس وبينتج عنها ستريسز يونيفورم. يعني انا ادي الممبر اهو كده، وادي السنتر لاين، وادي الفورس ماشيه بالظبط مع السنتر لاين. فلو عندي هنا فورس اف، الفورس دي بتتوزع على الكروس سيكشن يونيفورملي
بمعنى ان كل الاستريسز تبقى قد بعض، بالمنظر ده. والاف اكتشوال هي عبارة عن الفورس على الاريا، بتساوي الاف سمول اكتشوال. طيب يبقى انا كده عرفت الاكتشوال فورس اللي موجوده في كل الاكتشوال ستريس اللي موجوده عند كل نقطه جوه الممبر، بان قسمت الفورس على الايه، على الاريا. طبعا احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الستريس سترين كيرف اللي هو موجود على اليمين اهو ده كده، وقلنا ان انا مع زياده الستريس السترين بيزيد، يبقى انا بزود ادي الستريس، الاسترين بيزيد لغايه البروبورشن ليميت، وبعد كده بيحصل البلاتو عند الايه، الاف ييلد. يعني ايه الاف ييلد؟ لما بيوصل له بيحصل ايه؟ ان الاسترين عمال يزيد بدون زياده في الايه، في الاسترس. طيب هل انا في الديزاين اسمح ان انا اوصل لمرحله ان انا حاطط استرس على الممبر والممبر عمال يطول تحت هذا الاسترس؟ طبعا مش مسموح. عشان اضمن ان الكلام ده ما بيحصلش، انا بصمم على حاجه اسمها الاف تنشن، اللي هو عباره عن نسبه من الاف فيل. فبقول ان الاف تنشن، اف كابيتال دي الالاوبل ستريس للتنشن، هتساوي الاف فيل مقسومه على ايه، فاكتور اوف سيفتي، ويبقى ده الاستريس اللي انا هسمح بيه الديزاين، ويبقى ده الليميت الديزاين بتاعي في الاستريس اللي انا ما عديهوش. تكملة للبيهيفير، فبنقول ان البيهيفير التنشن ممبر برضو من الحاجات المهمة، حاجة بنسميها ستريس كونسنتريشن ديو تو هولز. الهولز دي ناتجة عن ايه؟ عن ان انا لما بركب ممبرز في الاستراكشر بالمنظر ده كده، ادي الممبر اهو كده، في حاجة اسمها جاسد، بركب الممبر في بقية المنشأ عن طريق ايه؟ اخرام بالمنظر ده، معلش الدواير مش جميلة قوي. فاحنا بيحصل concentration of stress. ايه concentration of stress؟ انا في الحقيقه عندي tension member، tension force بتاثر على الممبر اهو، فالممبر اللي هو موجود بالطول ده كده في الجزء الاول القطاع كامل، فبنقول الاف جروس اللي موجود على القطاع كله هتساوي tension member اللي بيأثر عليه على الاريا جروس. طب بعد شويه قابلني هول بالمنظر ده، يبقى cross section بتاعي ناقص حته بالمنظر ده كده، الهول دي اتاخدت منه، فبنقول ان انا بجيب الاريا نت، هي الاريا اللي فاضله اللي الحته اللي فوق دي والحته اللي تحت هنا كده، فبقول ان الاف نت هتساوي التنشن فورس هي هي بس مقسومه على اريا اصغر شويه، هي الاريا نسميها الايه، الاريا نت. وبيحصل لي كونسنتريشن اوف ستريس، الاستريس بيبقى عالي شويه، بنقول ان الاستريس اف ماكسيمم اللي هو عند الهول هيساوي من مرتين لثلاث مرات الاف نت اللي انا حسبتها. دي بعض اشكال القطاعات اللي بستعملها لتصميم التنشن ممبر. يبقى انا قطاع التنشن ممبر ممكن يبقى قطاع دائري مصمت، ممكن كيبل، الكيبل ده عباره عن وايرز كتير قوي كده بلفها تبقى عامله كده حوالين بجدلها، يعني دي زي الكابلات اللي محطوطة على، لو شفت أي وينش بيرفع حاجة هتلاقي فيه كابلات متعلق منها الحمل، فده هو ده الكيبلز، وبتستعمل في الاستراكشر عندنا في الكيبل ستي بريدج، بتستعمل أحيانا في بعض الممبرز في الاستراكشرز وإن كان عليها ليميتيشنز كتير. ممكن قطاع يبقى مستطيل، في بقى قطاعات جاهزة رول سكشن، في عندي سنجل أنجل دي الجاسيت اللي ماسكاه، في دبل انجل تو انجل او بنسميها تو انجل باك تو باك، بيبقى فيه ادي الجاسيت اللي ماسكاهم، البليت اللي ماسكاهم في النص، وفي انجل ان ايتش سايد من الايه، من الجاسيت بليت. ممكن برضو الجاسيت بليت اللي بمسك بيها الممبر دي تبقى تحت، وتو ممبرز يتمسكوا برضو بس بالشكل ده. ممكن تي سيكشن، التي سيكشن ده عباره عن الاي سيكشن اللي هنا ده بس خدت ايه نصه، ممكن اخد الاي سيكشن بحاله. ممكن استعمل اربع انجلز بالمنظر ده، ودي الجاسيت اهي في النص، وممكن تو شانلز بوكس سيكشن بالمنظر ده، ودول الجاسيتس اللي ماسكاها. الجاسيتس دي انا المنشأ بتاعي بيتكون من
حاجه اسمها جاسيتش عشان اوصل الممبر ببقيه المنشا، وبعدين ادي الايه، لو كانت زاويه تبقى زاويه بالمنظر ده. لو انا بصيت من هنا هشوف ايه؟ هشوف بليت كده واشوف الزاويه بالمنظر ده كده، ودول ممسوكه مثلا بمسامير، يبقى دي الزاويه والجاسيت دي عباره عن بليت، وهنا المسامير ماسكه ده في ده. طبعا ممكن يبقوا ايه، مجموعتين من المسامير. في اول محاضره اتكلمنا ان احنا الممبر لازم يكون فيه قوه، حد معين من القوه يقدر يستحملها علشان التصميم يبقى صح. فايه بقى السكشن ده الحد الادنى ليه؟ فقلنا ان ده بنسميه الاستيفنس ليميت. ايه الاستيفنس ليميت؟ احنا بنقول ان الممبر ده، لو انا تخيلت عندي ممبر من المنظر ده، مقاومته للانحناء هي الاستيفنس بتاعته. طيب هل الممبر لما يطول ينحني اسهل ولا لا؟ طبعا ينحني اسهل. يبقى انا الاستيفنس بتاعتي دي، لو انا اتكلمت ان في حاجه اختراع اسمه استيفنس، هتتناسب طرديا مع طول الممبر. طب كل القطاع ده بقى ما يكبر هينحني اسرع ولا اقل؟ يبقى كل ما القطاع زاد الانحناء هيبقى ايه، اصعب. بمعنى كده ان الاستيفنس دي هي حاجه بتتناسب طرديا مع واحد على الايه، الانيرشيا بتاعت السكشن. طيب احنا قلنا ان الانيرشيا سكشن دي ممكن نعبر عنها بحاجه اسمها الايه، الاي الصغيره. الاي الصغيره دي عباره عن الجذر التربيعي للانيرشيا على الاريا. يبقى انا دخلت معايا الاريا والانيرشيا في معامل واحد بسميه الايه، ريديوس اوف جايريشن. يبقى انا الاستيفنس بتاع السكشن دي هنعرفها انها الطول على الاي مينيموم. ايه الاي مينيموم؟ لو انا عندي قطاع مستطيل بالشكل ده وانا عايز اشوف مقاومته للانحناء او ان هو هيبقى ستيف ولا مش ستيف، اشوفه حوالين انهي اكس، هشوف اضعف اكس. يبقى انا اي قطاع احنا اتفقنا قبل كده ان ليه برنسبل اكسيز، فعندي اكس وواي، واضح من هنا انهي محور دول البرنسبل اكسيز، مين فيهم المينيموم وفين الماكسيموم انيرشيا. واضح طبعا ان الانحناء حوالين محور واي هو الايه، الاضعف. فهشوف بقى ساعتها احسب الايه، الاي صغيره للاتجاه الضعيف ده. يبقى اجيب الاي مثلا هنا في المساله دي اي واي، واقسمها على الاريا بتاع كروس سكشن تحت الجذر، ويبقى ده اللي هسميه الايه، الاي مينيموم. يبقى هنا ده الاي الصغيره هي الجذر التربيعي للمومنت اوف انيرشيا حوالين الاريا، بس انهي مومنت اوف انيرشيا؟ المينيمم مومنت اوف انيرشيا. يبقى اجيب، يبقى المفروض يبقى عندي البرنسبل اكسيس، واشوف الاكس الضعيف او اللي عليه المينيمم مومنت اوف انيرشيا، اقسمه على الاريا يديني الاي الصغير، واجيب الجذر تحت الجذر يديني الاي الصغيره، اقسم الطول. الطول هو مين؟ الجيومتريك لينث، يعني طول الممبر كده اقيسه او اعرف طوله واقسمه على الايه، على الاي مينيمم. ناخد بالنا بقى ان الطول ده والاي بيتقسموا على بعض يدونا ايه، حاجه ملهاش يونتس. فيبقى بالتالي الطول والاي مينيمم ليهم نفس الوحدات. فالطول هاخده مثلا بالسنتي عاده، والاي الصغيره تبقى بالسنتي. احنا الاي الكبيره دي مومنت اوف انيرشيا وحداته تبقى سنتيمتر مربع، سنتيمتر اس 4، الاريا هي سنتيمتر مربع. يبقى الوحدات الرقم اللي تحت الجذر دي كام؟ سنتيمتر مربع، تحت الجذر هتبقى ايه؟ سنتيمتر. يبقى الطول بالسنتي والاي مينيمم بالسنتي. محدش يقسم الطول بالمتر على الاي مينيمم بايه؟ بالسنتي، ويطلع الليمت. الكود بيقول لي ايه بقى؟ لما حصل القسمه ده لازم يبقى اقل من او يساوي ايه؟ 300، حيث ال هي الجيومتريك لينث اوف ذا ممبر، واي مينيمم المينيمم راديوس اوف جيريشن اوف ايه؟ ممبر شيب. الكود بيقول لي لو كان الممبر ده تنشن ممبر في بيلدينج، اللامدا ماكسيمم اللي هي قلنا عليها ال على الاي مينيمم اللي هي ستيفنس، تبقى الماكسيمم بتاعها 300. ملناش دعوه بالكباري دلوقتي، ده كورس تاني هناخده. لو بريسنج ممبر بيخلي لنا الليميتس ده ايه، اقل شويه ايه، يخليه 200. بنقول ان انا عشان ما اقعدش اعمل الحسابات دي كتيره، فاحنا اكستنسفلي يعني، فاحنا بندي لك هنا ريشيوز تقدر تجيب بيها الاي الصغيره دي المينيمم لبعض القطاعات المشهوره في التنشن ممبر. احنا في حاجات كتير قوي، انا هعلم لك على الحاجات اللي انت المفروض تبقى عارفها.
لو تو انجل باك تو باك الاي مينيمم بتساوي 0.3 الاي، حيث اي دي طول رجل الزاويه، يبقى ادي الزاويه القطاع هنا تو انجل باك تو باك، والزاويه الطول ده قد الطول ده، بنسميها ايكوال ليج انجل، المسافه دي هي الاي، فبنقول ان الاي الصغيره هتساوي 0.3 اي للتو انجل باك تو باك، يبقى ادي المحور الضعيف وادي التو انجل باك تو باك. عايز اعرف الاي الصغيره مينيمم هتساوي 0.3 الاي مضروبه في الاي، حيث الاي ده طول رجل الزاويه بالسنتي. دي هنا النون ايكوال انجلز، ودي مش ما احناش مهتمين بيها ايه قوي. في عندي السنجل انجل ده مهم، والمينيمم مومنت فريشن اللي انا مشاور لك عليه ده، يبقى هنا ادي السنجل انجل، المحور ده هو المحور الضعيف، والاي بتاعته هي 0.2 رجل الزاويه، وده بنسميه اي في، لان المحور ده ايه في اللي هو عليه المينيمم مومنت اوف انرشيا للايه للسنجل انجل، والرجلين قد بعض، يعني هنا ايه وهنا برضو ايه. دي هنا التو انجل مش ايكوال، واحده ايه وواحده بي، يعني دي مش لازم تحفظها. في بعد كده المهمه بالنسبه لك الايه التو انجل ستار شيب بالمنظر ده، يبقى كروس سكشن، فبنقول برضو الاي في الاي الصغيره في اللي هي ريديوس اوف جيريشن المينيمم هيساوي 0.385 اي. احنا كده وصلنا لكام كونديشن عشان نصمم. الكونديشن الاولاني كان ان الاستريسز الاكتوال ستريس تبقى اقل من الاوبر ستريسز. الكونديشن الثاني قلنا ان الاستيفنس لا تزيد عن 300 للممبر العادي وعن 200 للممبر لو كان شغال بريسنج. في كونديشن ثالث بنسميه كونستراكشن كونديشن. كونستراكشن ده كونديشن بيخليني اعرف هل المسمار ينفع يركب ولا لا في رجل الزاويه. فبنقول ان انا لو انا عندي اي زاويه عايز اركب فيها مسمار، فبنحط الخرم بتاع المسمار بالمنظر ده، وادي السنتر لاين بتاعه. بنقول الجزء الباقي ده اللي بيركب فيه المسمار المسافه دي كام؟ لو المسافه دي ايكوال ليج انجل، المسافه دي ايه والمسافه دي برضو زيها ايه، والمسمار ده كان الدايمتر بتاعه دي بولت، يبقى المسافه ده هي اللي هي ايه ناقص تي اللي هي دي التخانه بتاعت رجل الزاويه، يبقى المسافه الافقيه دي اللي بركب فيها المسمار لازم تكبر واكبر من 3 مرات الدايمتر. يبقى انا لو باصص في الاليفيشن يبقى ادي الزاويه اهي كده، انا بتكلم على المسافه من الخط ده للخط ده بس. المسافه دي لازم تبقى 3 مرات الدايمتر بتاع البولت. ليه؟ عشان اعرف اركبه هنا في النص واعرف احط الادوات بتاعت الايه التركيب. طبعا الكلام ده لايه؟ للبولت كوندكشن. احنا عندنا بنمسك الحديد في الجسد بطريقتين، الطريقه الاولانيه بولتد بالمنظر ده، الطريقه الثانيه ان احنا ممكن نلحمه. يبقى الكونستراكشن كونديشن ده موجود بس في الفول بولتد كونكشنز. والمسافات بقى احنا بنقول ايه 3 مرات الدايمتر، منهم 1.5 هنا و1.5 ايه هنا زي ما هو مرسوم لك في الرسمه. الالاوبل ستريس احنا قلنا ايه ان احنا هناخد نسبه من الاف فيلد، فبنقول ان انا النسبه دي بتساوي 0.58 الاف فيلد، يبقى ده الحد الاقصى للستريس المسموح بيه. طبعا ده في انهي كيس اوف لودنج اللي اتكلمنا عنها في المحاضره الاولانيه، كيس اوف لودنج 1 اللي هي المين لودز. فبنقول ان انا حديد 37 الاكثر استعمالا في الكورس ده الاف فيلد بتاعته 2.4، يبقى انا هسمح لك بس انك توصل لستريس 1.4 اللي هي عباره عن كام؟ 0.58 في 2.4. في حديد 44 بنفس الكلام الاف فيلد بتساوي 2.8، وبالتالي يبقى الاف تنشن الالاوبل ستريس في التنشن هتبقى 1.6. وفي الحديد عالي المقاومه الاف فيلد بتاعه ب 3.6 والالاوبل ستريس ب 2.1. لو كانت الفورسز اللي بصمم عليها هي الفورسز الناتجه عن المين لودز زائد السكندري لودز، انا من حقي ارفع الالاوبل ستريسز دي بكام بقى؟ ب 20%. يبقى ال 1.4 دي مثلا هتضرب في 1.2 تديني 1.68 طن على السنتيمتر مربع،
ويبقى ده الالاوبل الماكسيموم بتاعي. طبعا انا كده جبت الالاوبل، هقارن ايه بالالاوبل الايه الاكتوال، فبنقول ان انا لو ولدت كونكشن يعني ما فيش مسامير وبالتالي انا ما فيش اريا نت، فبقول ان الاف تنشن الاوبل هتساوي اف تنشن اكتوال بتساوي التنشن فورس مرسومه على الايه على الاريا جروس يعني الكروس سكشن اريا كله، والاف سمول هي الايه الاكتوال ستريس. طب لو كان بولتد كونكشن فبنقول ان الاكتوال ستريسز اللي على القطاع هتساوي التنشن ممبر على الاريا نت. هنتكلم بقى ازاي نحسب الاكتوال ستريسز اللي هنقارنها بالايه بالالاول ستريس. فبنقول لو انا كان عندي زاويه وفيها خرم بالمنظر ده، ادي الزاويه اهي كده، ادي الخرم هنا كده، احنا عاملين القطاع بتاعنا هنا كده، فبنقول ان انا الاريا نت تساوي الاريا جروس اللي هي الاريا بتاعت السكشن ده كلها متشال منها الحبه دول. الحبه دول عباره عن ايه؟ ديامتر بتاع المسمار زائد خلوص 2 مللي. الحقيقه انا لما بركب ادي بخرم الحديد بالمنظر ده واحطه مسمار، المسمار بيبقى اصغر شويه كده عشان اعرف اركبه، ويبقى حواليه بالتقريب مللي من كل ناحيه، وبالتالي الديامتر ده بتاع الهول بيساوي ديامتر البولت زائد الايه 2 مللي. فانا هنا بشيل ديامتر الهول هي اللي خرمت بيها، فبقول ان الاريا جروس بتساوي تخانه رجل الزاويه مضروبه في ديامتر بتاع الهول اللي هو الديامتر بتاع البولت زائد 2. يبقى انا ده التخانه بتاعت الزاويه وده الديامتر بتاع البولت وده 2. يبقى انا الاريا المتهشره في الاريا نت وانا بحسب الاريا نت هي الاريا المتهشره هنا دي هتساوي الاريا جروس ناقص التخانه بتاعت الزاويه بتاعت رجل الزاويه مضروبه في الديامتر بتاع البولت ايه متزود عليه 2 مللي. طب ده لو كان في هول واحد بالمنظر ده او اكتر من هول على نفس الخط كروس سكشن بالمنظر ده، كل الحكايه ان انا كنت ايه هطرح خرمين بدل ايه خرم واحد. طب وات اف ان انا كنت عامل حاجه اسمها ستاجر، يعني ايه؟ يعني الممبر هنا كده ابتديت احط ايه مسامير بالمنظر ده كده، يبقى انا عندي القطاع ده مش هو كريتيكال، هيبقى في القطاع اللي بالمنظر اللي انا رسمه ده ايه هو كريتيكال. المسافات ما بين الهولز اس دي هي السبيسنج في اتجاه طول الممبر، الجيج هي المسافه بين البولز اللي هي جي في الاتجاه العمودي على كروس سكشن، دي دايما في الحديد بنسميهم كده. فبنقول ان انا رصيت المسامير بحيث ان في سبيسنج بين المسامير اس وسبيسنج في الاتجاه العمودي على كروس سكشن جيج بيساوي جي. طب اجيب الاريا نت لحاجه بالمنظر ده ازاي؟ بنقول ان الاريا نت هتساوي الاريا جروس اللي كروس سكشن كله ناقص تخانه رجل الزاويه مضروبه في الدي هول، الدي هول اللي هي ايه؟ دي بولت زائد 2 مضروبه في النمبر اوف بولتس، انا عندي هنا كام بولت؟ 2 في الحاله دي، زائد بزود بقى ليه؟ كل جزء مايل ده اكيد هو احسن شويه من مكان ايه؟ عمودي في الاتجاه الكروس سكشن، فهنا في زياده شويه في الطول ده، باخد ده في الاعتبار بان بزود تخانه الرجل تاني في السبيسنج تربيع على الاربعه جيج في ان واحد هي عدد الايه الخطوط المايله، كم خط مايل هنا واحد. طب هل في حالات بيبقى في اكتر من خط مايل؟ طبعا. زي ايه مثلا؟ لو انا كان عندي قطاع زاوية بقى بس كبيرة شوية كده وحطيت مسامير بالمنظر ده، يبقى الكسر اللي انا هتكلم عليه ممكن يبقى عامل كده. في الحالة دي ال N واحد هتبقى كام؟ تساوي 2. يبقى N واحد هي عدد الخطوط المايلة، N بولت هما كام بولت؟ يبقى دي 1 2 3، يبقى ايه؟ يبقى ال N بي هنا بكام؟ ب3. طب ال N بي كانت في الحالة هنا كام؟ كانوا 2. اعوض من هنا اجيب الايه الاريا نت اللي انا بدور عليها. بعد ما جبت الاريا نت يبقى انا ايه بجيب حاجه تانية اسمها الايه الافكتيف اريا. ايه الافكتيف اريا؟
احنا في الاحوال العادية بنفضل دايما ان السكشن بتاع كروس سكشن يبقى عبارة عن سكشن سيمتريك حوالين الجسر اللي ماسك بيها السكشن، وبالتالي السي جي بي بتاعتهم هي السي جي بتاعت الجسر. يبقى انا لو انا عندي الجسر بالمنظر ده كده، وادي الممبر، وفي نتخيل ان في واحد الناحية التانية، الفورس اللي هنا مقسوم على التو انجلز وبعدين بيرجعوا يروحوا للجسد وكلهم على خط واحد. طب واتف لو انا استعملت سنجل انجل، طبعا هيحصل شويه ايه ستريس كونسنتريشن. عشان ناخد ده في الاعتبار بنقول ان في حاجه اسمها افكتيف اريا. الافكتيف اريا بتساوي ايه؟ بتتحسب للسنجل انجل او اي قطاع موجود على ناحيه واحده من الجسد، بقسمه لاريا واحد هي الاريا اللازقه في الجسد، واريا اتنين للايه؟ للرجل البعيده عن الجسد. لو كانت الشانل هيبقى دي اريا 1 والاثنين دول مع بعض هم اريا 2. لو كانت تي سيكشن هتبقى برضو الجزء ده هو اي 1 والجزء ده هو اي 2. لو تو انجل باك تو باك بس محطوطين على ناحيه واحده من الجسد، المجموعه دي هتبقى اي 1 والمجموعه دي ايه؟ اي 2. وبعدين بحسب حاجه اسمها الار اف، عباره عن 3 اي 1 مقسومه على 3 اي 1 زائد ايه؟ اي 2. الـ RF يعني Reduction Factor، فبعمل الـ Area Effective هي Reduced Area من الـ من الـ Area Net أو الـ Area Gross ما تفرقش، فهقول إنها بتساوي A1، يبقى باخد الـ A1 دي كلها كأنها بتشتغل معايا، زائد نسبة من الـ A2. النسبة دي بتبقى عبارة عن إيه؟ Reduction Factor مضروبة في الـ A2، والـ Reduction Factor محسوب تحت. يبقى أي ممبر هقابله وعايز أجيب له الـ Area Effective بيشوف الممبر ده الاول هل هو سيمتريك حوالين الجاسيت ولا لا. لو سيمتريك حوالين الجاسيت مفيش اريا افكتيف، لو هو محطوط على ناحيه واحده من الجاسيت بقسمه لتو ارياز. الاريا الاولانيه هي اللازقه في الجاسيت وموازيه ليها بسميها اي 1، بقيه السكشن الاريا بتاعته بسميها اي 2. بجيب ريدكشن فاكتور بيساوي 3 اي 1 على 3 اي 1 زائد اي 2. بشوف الاريا 2 دي بعمل لها ريدكشن، والاريا 1 ما بعملهاش ريدكشن، واجيب الايه؟ الاريا effective. يبقى أنا عشان أصمم الممبر خطوات هعمل إيه؟ خطوات ديزاين هتبقى إزاي؟ أول حاجة بشوف الإنبوت بتاعي، إيه الإنبوت بتاعي؟ الديزاين فورس يبقى أعرفها. نمرة اتنين عايز أعرف هو الممبر ده متصمم على كيس 1 ولا كيس 2؟ ليه عايز أعرف كيس 1 ولا كيس 2؟ عشان أشوف الألاوبل ستريس هضربه في 1.2 أو يعني هرفعه ب 20% ولا لأ. بشوف الممبر لوكيشن، الممبر لوكيشن ده بيأثر في ايه؟ في اختيار نوع الكروس سكشن، هنتكلم عنها كمان شويه. وبعدين بشوف الجيومتريك لينث بستعمله ايه في الستيفنس كونديشن، وبشوف الممبر بولتد ولا ويلدد عشان اشوف في اريا نت ولا لا. طب ليه انا مكان الممبر؟ لان في بعض الممبرز ما ينفعش الا تبقى تو انجل باك تو باك. لو انا بتكلم على تراس بالمنظر ده كده، ده بنسميه التوب كورد، ده بنسميه البوتوم كورد. التوب كورد والبوتوم كورد لازم يبقوا تو انجل باك تو باك. ليه؟ لان انا التوب كورد لازم يبقى كروس سكشن عامل تو انجل باك تو باك بالمنظر ده عشان اعرف احط عليه الكوريجيتد شيت واحط عليه البيرلينز، احط عليه اي حاجه. فلازم يبقى في سطح افقي كافي ان انا اعرف ايه اسبورت عليه الحاجات اللي موجوده فوق، فيبقى لازم يبقى تو انجل باك تو باك. نفس الكلام البوتوم كورد احيانا بحتاج احط فول سيلينج، وهو كمان الممبرز دي عليها احمال كتير قوي، وبالتالي لازم ايه يبقى تو انجل باك تو باك. فعشان كده يهمني الممبر لوكيشن. الخطوه اللي بعد كده بشوف القطاع اللي انا هستعمله، هل هستعمل سنجل انجل تو انجل باك تو باك او تو انجل ستار شيب. لو انا اخترت تو انجل سنجل انجل يبقى الايه الاي مينيمم هتبقى بتساوي 0.2 اي زي ما احنا شفنا في الجدول اللي بدري اللي شفناه بدري يعني قبلها بكام سلايد. لو كان تو انجل باك تو باك هاخد الاي مينيمم 0.32 رجل الزاويه، لو كان تو انجل ستار شيب هتبقى 0.385 اي. من هنا اقدر اراجع بقى على الاستيفنس كونديشن وجيت ايه. ليه بقول ايه؟ انا جيومتريك ال على الاي مينيمم لازم تبقى اقل من 300، مش كده؟ ال 300 دي انا عارفها، الجيومتريك لينس عارفها، يبقى الاي مينيمم دي ايه؟ اقدر اجيب ايه الحد الادنى، الحد اللي ما اقدرش اقل عنه. طيب الاي مينيمم دي احنا قلنا بدل اقدر اشيلها واحط بدلها ايه؟ 0.2 اي او 0.3 اي او 0.385 اي. وبالتالي انا اقدر اجيب ايه؟ ان ايكواليتي
ومنها اقدر اجيب الايه من الستيفنس كونديشن المينيمم ايه اللي اقدر استعملها، يعني اقصر طول لرجل الزاويه. بعد كده بشوف الكونستراكشن كونديشن، ده اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه في حاله البولتد كونديشن، اللي قلنا ان ايه الاي ناقص تي ليها مينيمم اللي هو 3 مرات الايه البولت دايمتر، وانا في الحاله دي لازم ادي لك ايه هي بولتد ولا ويلدد، ولو انا قلت لك بولتد لازم اقول لك السايز بتاع الايه البولت. من بعد كده عشان اوفي شرط الاستريس بطلع الاريا مينيمم ابروكسيميت، بقول ان الاريا ابروكسيميت بتساوي الديزاين فورس مقسومه على الالاوبل ستريس مضروبه في بعض الفاكتورز ممكن تبقى موجوده وممكن مش موجوده. لو كان الممبر ده بولتد فانا باخد 0.85 عشان اخد في الاعتبار النت سكشن لغايه ما احسب الحسابات الدقيقه. لو كان الممبر ده سنجل انجل او اي قطاع موجود على ناحيه واحده متجسد بعمل ريدكشن ب 0.75 عشان اقلل الاريا عشان اجيب الافكتيف اريا. لو كان الممبر ده كيس 2 لودنج بحط ال 1.2، طب لو كيس 1 ما احطش ده. طب لو كان القطاع مش ما هو كان سيمتريك حوالين الجسد يبقى الريدكشن ده مش موجود. طب لو القطاع ده كان ويلدد يبقى ده مش موجود. يبقى دي المعادله الجنرال، بحط القيم دي على حسب موجوده ولا لا، ومنها اجيب الاريا ايه ابروكسيم. يبقى انا عندي كام كونديشن؟ عندي كونديشن من الكونستراكشن هيديني طول رجل الزاويه ماينس تخانتها الحد الادنى ليهم كام، عندي ستيفنس كونديشن اللي هو الحد الادنى طول الزاويه عشان الممبر ما يبقاش ضعيف قوي، وعندي قطاع الكروس سيكشن بتاع القطاع الاريا بتاعته ما تقلش عن حاجه معينه. باستعمال الثري كونديشنز بخش الجداول، الجداول دي احنا بنديها لك فيها اسم الزاويه او اسم القطاع و طول الزاوية ايه طول رجل الزاوية والتخانة وبقية البروبرتيز بتاعتها. فأنا اللي هي الاي صغيرة الاي مينيمم الاي ماكسيمم كل الميكانيكال الجيومتريك بروبرتيز بتاعت الكروس سيكشن، فأنا ابتدي اختار القطاع اللي بيوفي لي الشروط دي كلها اللي هو المينيمم ايه والابروكسيميت اريا، وبعدين اعمل تشيك اجيب الاف اكتوال اللي هي عباره عن الفورس اللي عندي مقسومه على النت او افكتيف اريا في الحاله العامه. طبعا لو ما كانش عندي الافكتيف مطلوبه مش هحسبها، لو كانت القطاع ويلدد ما فيش نت فهنا بس ده هو هنا جنرال، وقارنه بالايه بالالاوبل ستريس فنقول الاف اكتوال لازم تبقى اقل من الايه من الالاوبل ستريس. دلوقتي هنبتدي نتكلم عن الديزاين اوف تنشن واحد من التنشن ممبرز. فبنقول ده مثال موجود في كتاب الدكتور بهاء مشالي اكزامبل 2.1، فبيطلب مني ان تو ديزاين لوور كورد ممبر وتنشن. لوور كورد ممبر نفهم منه على طول ان هما لازم يبقوا ايه تو انجل باك تو باك، لان احنا قلنا التوب كورد والبوتوم كورد لازم يبقوا تو انجل باك تو باك. اداني ديزاين فورس، ما دام اداني ديزاين فورس لازم ادور هي كيس 1 ولا كيس 2، لو ما قاليش يبقى كيس 1. فبيقول لي ان الفورس ابلايد ديزاين فورس 30 طن وكيس اوف لودنج 2 يبقى هزود الالابريت ستريس ب 20%، واداني الجيومتريك لينث ب 3 متر هي 300 سنتي، وقال لي لو هو استعمل بولتد كونكشن هتبقى البولت دايمتر 16 ملم. الممبر ايه اهو موجود هنا، اللي فوق ده الابر كورد ابر ويند بريسنج بتاعه، ده اللور ويند بريسنج بتاع الاستراكشر. فبنقول ان احنا نتيجه ان هو بوتوم كورد فاحنا هنستعمل تو انجل باك تو باك، والجيومتريك لينث هو الباكلينج لينث ال اكس وال واي بتساوي 3 متر، وهنختار تو انجل تو انجل باك تو باك ويز ايكوال لينكس. احنا قلنا ان احنا عندنا 3 كونديشنز لازم نوفيهم عشان ديزاين يبقى اوكي فور تنشن ممبر. في عندنا ستيفنس كونديشن، كونستراكشن كونديشن، وعندنا في الاخر ايه ستريس كونديشن. هنبتدي بالستيفنس كونديشن، ان الممبر لازم يكون فيه ستيفنس كافيه ان احنا انه كان هاندل الايه النقل وما يحصلوش فايبريشن. قلنا ان الكونديشن ده بيقول ايه؟ بيقول ان الاي ال اكس على الاي اكس صغيره اللي هو الريديوس جريشن لازم في اقل من 300،
وعشان دو تو انجل باك تو باك فالاي اكس الصغيره بتساوي 0.3 الاي، فالمعادله دي تتحول الى ان الاي لازم تبقى اكبر من او تساوي 300 على 0.3 في 300. يبقى 300 اللي فوق دي ده طول المنبر، وال 300 وال 300 اللي هنا دي اللي هي الايه المفروض ما زيدش عنها ال اكس على الاي اكس، وبالتالي الان ايكواليتي دي هتوصلني ان طول رجل الزاويه لازم على الاقل بيساوي 3.33 سنتيمتر. طيب هل لو كان الممبر ده تنش بولتد او ويلدد هل الكلام ده هيتغير؟ لا، الكلام ده ثابت. بعد كده هنحل المساله مرتين، مره لو كانت بولتد ومره لو كانت ويلدد. لو كانت بولتد هيبقى عندنا كونستراكشن كونديشن، ولو كانت ويلدد مفيش كونستراكشن كونديشن. يبقى هنا في الويلدد مفيش كونستراكشن كونديشن، في البولتد بنقول ان طول الرجل ناقص التخانه لازم يبقى اقل من 3 الدايمتر بتاع البولت، يبقى لازم اقل من ايه 4.8. يعني انا لما اجي اختار الرجل الزاويه الطول الرجل ناقص التخانه لازم اقل من ايه من 48 مللي. فلو انا مثلا اخترت زاويه 60 في 10 60 في 10 هيبقى الـ A ناقص T بكام؟ هتساوي 50. تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع. يبقى أنا لما أختار الزاوية لازم أتأكد وأنا بختار من الجدول إن الزاوية بتحقق الإيه؟ الشرط ده. آخر حاجة شرط الاستريس، وده بنعمله بطريقة أبروكسيميت في الأول، بإن إحنا نجيب الأريا ريكوايرد عشان ريكوايرد عشان الاستريس كونديشن يتحقق، ودي بتبقى أبروكسيميت، وبعدين بنرجع نشيك عليها بالحل الايه الاكزاكت. فبنقول الاول في البولتد بنقول الاريا ريكوايرد هتساوي الديزاين فورس مقسومه على 2 عشان هما زاويتين، يبقى احنا الاريا ريكوايرد للزاويه الواحده هتساوي 30 على 2، 1.4 هي الالاوبل ستريس للتنشن اللي هو 0.58 الاف فيلد، في 1.2 ال 1.2 دي بتاعت ايه؟ ان ده كيس 2 فلازم ارفع الالاوبل ستريس ب 1.2، فال 1.2 كانها تضرب في الايه في ال 1.4، في 0.85 ليه؟ عشان بولتد بناخد الايه ابروكسيمتلي الاريا نت بتساوي 0.85 الاريا جروس. لو انا عوضت في المعادله دي هيطلع لي ان الاريا ريكوايرد للسنجل انجل ب 10.5 سنتيمتر مربع. هعمل ايه؟ هخش الجدول احقق الثلاث شروط. الشرط الاولاني ان الايه طول رجل الزاويه لازم يبقى اكتر من 33 مللي. الشرط الثاني ان الكونستراكشن كونديشن ان طول رجل الزاويه ناقص التخانه يبقى اكبر من 48 مللي. الشرط الثالث ان الاريا للقطاع بيكون على الاقل 10.5 سنتيمتر مربع. لو عملت كده ودخلت الجدول هلاقي ان انا الزاويه اللي بتحقق الكلام ده 65 في 65 في 9، طبعا انا باخد زاويتين، يبقى الاريا الوان انجل هو عباره عن 11 سنتيمتر مربع. عشان انا بولتد لازم اجيب الاريا نت، فالاريا نت هتساوي 2 عشان هما زاويتين، افتح قوس الاريا ال1 انجل ل 11 ناقص دايمتر بتاع البولت وازود عليه الخلوص ال 2 مللي، يبقى ايه؟ يبقى 1.6 بلس 0.2، انا كل تعاملي بالسنتيمتر، في تخانه رجل الزاويه اللي هي 0.9 هيطلع لي 18.76، ده الايه؟ الاريا نت. بجيب الـ F tension هي عبارة عن design force الـ 30 مقسومة على الـ area net تطلع 1.599، وده مفروض إيه بقى؟ عشان يبقى safe لازم يبقى أقل من الـ 1.4 اللي هي الـ allowable stress مضروبة في ١.٢، وده متحقق فيبقى design safe. طب لو ولدت هقول الاريا ريكوايرد للسنجل انجل هيبقى ديزاين فورس مقسومه على 2 عشان هما الفورس متاثر على زاويتين، على 1.4 اللي هي الالاوبل ستريسز، او الالاوبل ستريس هتضرب في 1.2 عشان هي كيس 2، ومش هضرب ال 0.85 اللي حطيتها في البولتد لان ده ما فيش ايه اريا نت، هطلع لي الاريا للسنجل انجل 8.93 سنتيمتر مربع،
وبالتالي هختار من الجدول الزاوية اللي تحقق الشرطين، شرط الاستيفنس اللي احنا قلناه قبل كده ده اللي هو واحد في البولتد والويلدد، والشرط الثاني ان الاريا للسنجل انجل تبقى على الاقل 8.93. لما عملت كده هلاقي ان اول زاوية توفي هذا الشرط هي 70 في 70 في 7، وانا مختار زاويتين يبقى عندي زاويتين 70 في 70 في 7. الاريا بتاعت الزاوية الواحدة منهم 9.4 سنتيمتر مربع، يبقى الاكتوال ستريسز هتساوي 30 اللي هي الديزاين فورس مقسومة على 2 عشان 2 انجلز مقسومة على 9.4 اللي هي الاريا فور سنجل انجل، هيطلع لي 1.595. طبعا سيف، يبقى ديزاين السيف. الموضوع الثاني اللي هنحاول نغطيه النهارده هو اللود كومباينيشنز. احنا عشان نصمم بنقول ان احنا الاستراكشر بتاعنا لازم نجيب كريتيكال لود كومباينيشن اللي بتأثر عليه، بمعنى ان احنا المبنى بيعرض لانواع مختلفة من الاحمال، ديد لود، لايف لود، كرين لود، اتسترا. فاحنا نشوف ايه تجميعة الاحمال اللي لما تأثر مع بعضها تكون هي كريتيكال على الاستراكشر. احنا للتجميع اتفقنا ان في عندنا تو كيسز. الكيس الاولانية اللي هي كيس 1 اللي بيبقى فيها ديد لود واللايف لود والكرين اند دايناميك افكتس، ودي اللي هي بتسميها المين لودز، وبتبقى الالاوبل ستريس هو الايه الاف الاوبل. كيس 2 اللي هي بيخش فيها احمال كيس 1 بلس الاحمال السكندري لودز زي الكرين لاترال تشوك، الوين، ايرثكويك، تمبريتشر، اتسترا. وفي الحاله دي بيبقى مسموح لي ان ارفع الالاوبل ستريس ب 20%، فكاني بضرب الالاوبل ستريس ب 1.2. الكلام ده تطبيقه بيتعمل ازاي؟ لو عندي فريم بالشكل ده اللي انا مشاور عليه بيتاثر عليه باحمال مختلفه، عندي ديد لود، عندي لايف لود، عندي ويند لود، عندي الكرين لود. ببتدي اخد كل حاله تحميل لوحدها وارسم لها البندنج مومنت والنورمال فورس، فالمجموعه دي بتمثل البندنج مومنت والنورمال فورس الناتج عن الديد لود. المجموعه دي بتمثل التاثير اللايف لود، وده البندنج مومنت والنورمال فورس الناتج عنه. ببتدي احط احمال الرياح وهندرس في السكشن ازاي بتتعمل، وبرضه بجيب البندنج مومنت والنورمال فورس للاحمال الويند وهي جايه من الشمال، ونفس الكلام واحمال الويند وهي جايه من اليمين. عندي بعد كده الكرين لود كيسز. كرين لود ده عباره عن حمل ناتج عن كمره الونش. كمره الونش دي بتبقى محطوطه بالمنظر ده، وعليها عربيه ماشيه رايحه وجايه، عليها الوزن اللي احنا شايلينه. فبنقول الحالة الأولانية إن الأحمال كلها موجودة ناحية الشمال، وعشان كده بنسميه لود كرين لود ليفت، يبقى الأحمال اللي عند الليفت سايد. ولما الكرين لود بيبقى عند الليفت سايد ممكن يحصل لاترال تشوك، يعني خبطة ناتجة عن العجلة. فيبقى أنا الكرين ده ماشي على كاميرا الكرين ماشي على كاميرا بنسميها كرين تراك جيردر، عليها ريل زي قضبان السكة الحديد، والعجلة بيبقى شكلها كده بشفة هنا كده، والعجلة وهي ماشية ادي الشفة اللي جوه والشفة الخارجية والشفة الداخلية. لما تيجي العجلة دي تطلع بره القضبان ممكن تخبط في الاتجاه ده وممكن تخبط في الاتجاه ده، وعشان كده احنا بنحسب هنا ده كرين ولاترال شوك تو ذا ليفت. طبعا البندنج مومنت والنورمال فورس بيترسموا لكل حالات التحميل دي، فيبقى عندي كرين ليفت ولاترال شوك تو ذا ليفت او تشك لاترال شوك تو ذا رايت، وبعدين ممكن الكرين تبقى تو ذا رايت واللاترال شوك تو ذا ليفت اور تو ذا رايت. طبعا من السيمتري ممكن ايه احل الحاله منها ارسم بيني مومنت والنورمال فورس، واجيب الحاله الثانيه بايه من السيمتري. فيبقى انا هنا عندي اللاترال شوك هنا رايح ناحيه الشمال،
لو انا رايح ناحية اليمين، مجرد ان انا ايه هعكس الشكل. بلم الداتا دي كلها في تيبل بالمنظر ده. لازم نبتدي نقول ان احنا لما نيجي نصمم الفريم، احنا التصميم هو تصميم لكروس سكشن، فببتدي اختار الكروس سكشنز الكريتيكال اللي انا هصممه. فده سكشن واحد، ده سكشن اتنين، ده سكشن تلاتة، ده سكشن اربعة، ده سكشن خمسة، and etc. عادة في التصميم بنتصمم عند الاماكن اللي فيها كريتيكال بيندنج مومنت او تغيرات في البيندنج مومنت. امتى البيندنج مومنت بيتغير؟ عند اي كسره في السنتر لاين او حمل. فيبقى نقول هنا ده بدايه المنشا، هنا في كسره في السنتر لاين نتيجه الكابول اللي شال الكريت، فقبليه وبعديه هيبقى في تغير في البيندنج مومنت، فعشان كده بصمم القطاع اللي قبله والقطاع اللي بعده. هنا في كسره في السنتر لاين عند الكورنر بتاع الفريم اتسترا. فباجي اشوف عند الجدول ده جزئين، الجزء ده لغاية هنا دي الجزء لغاية هنا ده كده اللي على الشمال ده، ده نتيجة حسابات البيندنج مومنت والنورمال فورس اللي أنا اتكلمت عنها من الأشكال. ده اللي أنا بدور عليه، اللي هي الإيه الماكسيموم فاليوز اللي هصمم عليها، ودي القيم اللي انا ببحث عنها. فبفرغ الاول البيندنج مومنت والنورمال فورس عند كل قطاع في كل حاله تحميل في الجدول بالمنظر ده. فببتدي بسكشن واحد اهو، بقول ان سكشن واحد لما كان مأثر عليه الديد لود كان البيندنج مومنت عليه بصفر والنورمال فورس بناقص 1.8. طبعا البيندنج مومنت بصفر لان دي هنج. نفس الكلام ديد لود عند سكشن 2 بناقص 4.24 والنورمال فورس بناقص 1.8. سكشن 3، سكشن 4، سكشن 5، يبقى المجموع القيم اللي هنا دي البيندنج مومنت والنورمال فورس الناتج عن الديد لود عند سكشن 1 و2 و3 و4 و5. العمود ده الناتج عن اللايف لود. الجروب ده لما الكرين كانت ناحيه الشمال، يبقى العمود الاولاني البيندنج مومنت والنورمال فورس على القطاعات الخمسه لما كان بيأثر بس ادي الفريم اهو كده وادي الكابولي وكان عليه كرين تو ذا ليفت فيرتيكال لود بس، يبقى المجموعه دي نتيجه الفيرتيكال لود. طيب المجموعه دي هشيل الفيرتيكال لود واحط الهوريزونتال لود بس تو ذا ليفت واجيب قيم البيندنج مومنت والنورمال فورس عند الفايف سكشنز ايه نتيجه لل الفورس اللاترال شوك تو ذا ليفت. هرجع تاني واعمل املى العمود اللي بعد كده واحط الفورسز تو ذا رايت. زي ما عملت الكرين تو ذا ليفت هبتدي اعمل ايه الكرين تو ذا رايت. بادي كده ادي الكابولي واحط ادي كرين لود تو ذا رايت واجيب هنا البيندنج مومنت والنورمال فورس نتيجه الفيرتيكال لود بس اللي هي المجموعه هنا دي، وبعدين اشيل الفيرتيكال لود ده واحط هوريزونتال لود تو ذا ليفت واجيب القيم، وبعدين هوريزونتال فورس تو ذا ايه رايت وكده. بعد ما خلصت كده بجيب الفريم واثر عليه بالويند كامينج فروم ذا رايت واحط احمال الرياح اللي انت هتدرس بتحسب ازاي، واحسب له البيندنج مومنت والنورمال فورس والويند جاي من الناحيه الشمال، وبعدين نفس الكلام اعمله والويند جايه من ناحيه اليمين. خلصت كده يبقى انا مليت الانبوت بتاع الجدول ده. فاضل ايه؟ فاضل احسب الايه الاكستريم فاليوز دي او الديزاين فاليوز اللي هصمم عليها. طيب قبل ما احسب الديزاين فاليوز هبتدي اقول اجمع ازاي. هنتكلم عن كل حمل. الديد لود، هل انا ديد لود ممكن يبقى موجود او مش ممكن ما يبقاش موجود؟ لا هو دايما موجود. طب اللايف لود؟ لا اللايف لود ممكن يبقى موجود وممكن يبقى مش موجود. يبقى انا لو عايز اجيب قيمه للماكسيمم نورمال فورس
هاخد الماكسيموم نورمال فورس ديد لود لازم يبقى موجود. اللايف لود لو كان بيساعدني عشان اجيب نيجاتيف اكتر باخده، لو ما كانش بيساعدني مش هاخده. الكرين ليفت الفيرتيكال كرين يا اما يبقى على الليفت ياخد ده المجموعه دي اتكلم عنها، ياخد المجموعه دي يختار المجموعه دي يختار المجموعه دي، يا اما الكرين شايل الحمل موجود عند الناحيه الشمال، يا اما الكرين شايل الحمل محطوط ناحيه اليمين. ما ينفعش الكرين يبقى على اليمين وعلى الشمال. لو خدت الكرين ناحيه الليفت ولقيت انه ده بينفعني اخضر هاخد الفيرتيكال لود بتاعه. طب نفط. طب بالنسبه للهوريزونتال، ياخد الهوريزونتال فورس جايه من ناحيه اليمين يا جايه من ناحيه الشمال. بس لو خدت الهوريزونتال فورس ينفع اخد الهوريزونتال لود لاترال تشوك من غير الفيرتيكال؟ لا طبعا. ليه؟ لان الخبطه الهوريزونتال دي بتيجي ناتجه عن الحمل الفيرتيكال، يعني ليها قيمه بسبب وجود الفيرتيكال لود. لو الفيرتيكال لود مش موجود الاتش مش موجود، يبقى معنى كده ان انا يا اما اخد الفي دي ومعاها من غير حاجه خالص من غير خبطه، يا اما اخد الفي مع خبطه رايحه ناحيه الشمال، يا اما الفي واخده ناحيه الايه؟ اليمين. ما عجبونيش المجموعه كرين تو ذا ليفت، ابص على الكرين تو ذا رايت. ياخد الفيرتيكال، ياخد الفيرتيكال مع الهوريزونتال تو ذا ليفت، ياخد الفيرتيكال مع الهوريزونتال تو ذا رايت. طب بالنسبه للويند، الويند يا الويند تو ذا ليفت يا الويند تو ذا رايت، هل ينفع الويند تيجي من الليفت والرايت في نفس الوقت؟ لا. طيب يبقى ايه بقى الجزء اللي انا بملاه ده بقى اللي فاضل؟ الخانات اللي بملاها، لو انا اتكلمت عن سيكشن 2 انا بحسب اربع مجموعات. المجموعه الاولى هي الماكسيموم مومنت بوزيتيف وكورسبوندنج نورمال، يعني لما كان الماكسيمم بوزيتيف مومنت ده كان موجود كان معاه نورمال بكام، وبعدين ادور على الماكسيمم نيجاتيف مومنت واشوف النورمال كان معاه بكام، وبعدين يبقى كده مجموعتين. المجموعه الثالثه اشوف الماكسيمم نورمال، الماكسيمم نورمال بوزيتيف وكانت البيندنج مومنت معاه بكام، والماكسيمم نورمال نيجاتيف والايه او المينيمم نورمال نيجاتيف ومعاه المومنت كان كام ساعتها. تعالوا نعمل اكزامبل على حاله من الحالات ونشوف هيطلع لي ايه. لو انا خدت سيكشن 3 وقلت عايز ادور على الماكسيمم مومنت بوزيتيف، اجيبه منين؟ هقول في سيكشن 3 هبتدي ادور على الماكسيمم بوزيتيف مومنت. الديد لود نيجاتيف اخده ولا ما اخدوش؟ لا، احنا قلنا الديد لود لازم يبقى موجود، فحتى وهو نيجاتيف هاخده. طب اللايف لود بيديني نيجاتيف، انا بدور على الماكسيمم بوزيتيف. طب اللايف لود بيعمل لي نيجاتيف مومنت، اخده؟ لا ما اخدوش، يبقى مش هيفيدني. طب الكرين ليفت ولا اخد الكرين رايت؟ انا بدور على الماكسيمم بوزيتيف. هلاقي ان الكرين ليفت فيرتيكال لود بيديني بوزيتيف والفيرتيكال لود تو ذا رايت بيديني نيجاتيف، يبقى انا اخد ده ولا ما اخدوش؟ اخده. هكمل ادور على المين كيس 1 بس. طب هل اللاترال تشوك ده كيس 1؟ لا، يبقى انا هسيبه دلوقتي واكمل في الحاجات اللي بتديني كيس 1. انا خلاص انا اخترت الكرين رايت ليفت فمفيش كرين رايت. الويند ده سكندري، يبقى انا لو كنت باخد كيس 1 كان الماكسيموم بوزيتيف هيبقى كام؟ 8.84، واشيل منهم تاثير الديد لود اللي هو 4.24، هيطلع لي كام بقى؟ 4.62. طيب ده كيس 1. طب اشوف كيس 2 بقى هيعمل ايه؟ ايه اللي ممكن اضيفه في كيس 2؟ هلاقي ان انا ممكن اضيف في كيس 2، انا خدت الكرين تو ذا ليفت فانا اقدر اخد اللاترال شوك تو ذا رايت من هنا. خلاص انا كرين رايت ده مش هاخده خالص لان انا خدت كرين ليفت، وعندي الويند الحاله دي بتديني برضو بوزيتيف. هل ينفع اخد البوينت 9؟ لا. ليه؟ لانها انا خدت اوريدي الويند ايه تو ذا ليفت وهو بيديني اكتر، يبقى انا هجمع 1 2 3 4 قيم، لو جمعتهم
هيطلع لي الايه قيمه الماكسيمم بوزيتيف بيندنج مومنت. طب ايه الكورسبوندنج نورمال؟ اللي خدته هنا اخد الخانه اللي تحتيه بالظبط واجمعهم، يبقى انا خدت لنفس حاله التحميل اجمع الناقص 1.8 زائد 0.8 زائد 0.4 زائد 1.5 هيطلع لي ال 0.37. يبقى انا الحالة اللود كومباينيشن اللي تدي لي الماكسيمم بوزيتيف بيندنج مومنت هي عباره عن الديد لود مع كرين تو ذا ليفت مع لاترال شوك تو ذا رايت مع الويند كامينج فروم ذا ليفت سايد، واحسب وانا ده وده البيندنج مومنت والنورمال فورس اللي ايه اللي طلعوا لي، وهم دول اللي استعملهم في تصميم القطاع. شكرا.